اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلم، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما عافيتنا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بأن بلغتنا رمضان. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، ووفقنا لقيامه وصيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا فيه من عبادك المقبولين، ولا تجعلنا فيه من عبادك المردودين الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، ووفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام. اللهم واعدهم إلى
أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.